ما هو تفسير الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا؟ تابعوا معنا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. التفسير الميسر يقول أنه فيما معنى هذه الآية أنه لو خرج المنافقون معكم أي المؤمنون للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفساد ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة والبغضاء، يبغون فتنتكم بتطبيطكم أو عرقلتكم عن الجهاد في سبيل الله. وفيكم أيها المؤمنون أي أنتم المؤمنون فيكم عيون لهم يسمعون أخبارهم أي يسمعون أخبار المنافقين، هؤلاء المنافقين وينقلونها إليهم، والله عليم بهؤلاء المنافقين الظالمين وسيجازيهم على ذلك ولو بعد حين. في تفسير السعدي لهذه الآية الكريمة حيث قال ذكر الحكمة في ذلك الله تعالى عندما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي نقصا ولسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين وهم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم حتما. وفيكم أناس ضعفاء العقول مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتطبيطكم على أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حين ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من مفاسد الناشئة من مخالطتهم.